عايزين بقى نروح نقف عند فيديو تاني في كلام مهم الكابتن محمود الخطيب وفي نقاط تبين ازاي النادي الاهلي كان بيتعامل مع الازمه بشكل محترف نطلع ونشوف ارسلنا خطاب للكاف وطلبنا بعض حقوقنا في تنظيم المباراه حقوق بقى مشروعه حقوق عادله منها نصف سعه الاستاد وان النادي سيقوم بدفع قيمه هذه التذاكر فورا. ولم نتلقى اي رد من الكاف. تلقيت انا شخصيا تلقيت اتصال ودي من احد الاشخاص ودي لعقد اجتماع مع رئيس الكاف عبر برنامج زوم وأبلغت إنني وبكررها تاني أحترم السيد متسبي وأقدره لكنك لكن على الكاف مش أشخاص بقى ولكن على الكاف أن يرد رسميا على طلبات النادي الأهلي لأن الموقف موقف نادي ومجلس إدارة وليس موقف شخص محمود الخطيب والقرار دايماً يكون لمجلس الإدارة وليس لشخص حتى لو كان هذا الشخص هو رئيس النادي. ده اللي احنا تعلمناه نظرا لمرور الوقت واقتراب موعد المباراة وعدم تلقينا يعني تلق... عدم تلقينا أي ردود من الكاف. أرسلنا خطاب آخر للكاف وطلبنا عقد اجتماع رسمي بقى. لكن بنتكلم رسمي الاهلي والكاف او الكاف والاهلي بس احنا اللي بنبعت دلوقتي وطلبنا عقد اجتماع بين الممثل الرسمي للكاف والممثل القانوني للنادي للوصول الى حلول بخصوص طلبات الاهلي العادله التي تم ارسالها للكاف ولم نتلق اي رد. يوم 26/5 وقبل المباراه باربع ايام فقط تلقينا خطاب من الكاف جاء فيه انه تم تخصيص عشرة الاف تذكرة للاهلي ومثلها لنادي الوداد وعشرين الف وعشرين الف للعامة وخمسة الاف تذكرة للرعاه حتى تكون الأمور يا جماعة واضحة لم نكن نتصور أبدا أن الأمور قد تصل إلى هذا لهذا الحد النادي الأهلي لم يتسلم من العشرة ألاف تذكرة سوى ألفين وخمسمائة تذكرة وعلى دفعتين يمكن آه كتير جدا من الكلام اللي اتقال في الفيديو ده كان عندنا كواليسه في نقطه هي بالنسبة لي فارقة ومختلفة لأن كان البعض اتكلم فيها حتى من صحفيين أفارقة شفتهم هم أول من بدأوا الحديث عنها وأكدها كابتن محمود الخطيب اليوم وهو محاولة إجراء تواصل بشكل ودي بعيدا عن أي صورة رسمية بين رئيس الكف متسبي وكابتن محمود الخطيب هنا احنا بنأصل لفكرة مهمة جدا وهي مجلس إدارة النادي الأهلي وحق النادي الأهلي نادي الاهلي تقدم باسئله واستفسارات رسميه كابتن محمود الخطيب قال ايه؟ رد عليا رسمي هي دي القصه هي دي الحدوته رد عليا رسمي لان النادي الاهلي عنده جمعيته العموميه عنده مجلس ادارته عنده جمهوره اللي هي جمعيته العامه زي ما قال قبل كده كابتن محمود الخطيب في المصطلح اللي وصف بيه جمهور النادي الاهلي فاذا الامور لم يكن ابدا النادي الاهلي في تاريخه عنده فكره مشاورات جانبيه طب تعال نشوف نحل المشكله ازاي او نراضيك كأهل ازاي؟ النادي الاهلي ما بيترضاش، النادي الاهلي عنده لوايح، عنده قوانين، عنده ازمه بيتعامل بيها بمخاطبات رسميه. البعض يقول طب ما ممكن كنا نسمع، لا ده سلاح ذو حدين، كان هيجي يتقال افتكروا النهارده سعيد النصري لما طلع اتكلم عن امور تخص نادي الوداد وان انا وعدت بكذا او حصل كذا. ده أمر يخص الوداد ولكن فيما يخصنا لم تكن تقبل أبدا أنت كأهلاوي أن يتقال في يوم أن كابتن محمود الخطيب قعد مع متسبي فالبطولة الجاية لما النادي الأهلي ياخدها بمجهوده وعرقه وتعبه يتقال أصل ده كان نتيجة تفاهمات أبدا نادي الاهلي بيتعامل بمخاطبات رسميه عشان كده دي كانت بدايه الحلقه بالنسبه لي يا جماعه النادي الاهلي ليه منهجيته الاداريه يفقد بطوله بس يجيب مية تانيين عشان حافظ على منهجيته الاداريه وعشان الامور ما كانتش ابدا 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 بتمشي في اطار تعال نتكلم على جنب لان ده مش النادي الاهلي النقطه المهمه ايضا في الفيديو فيما يخص تصريحات كابتن محمود الخطيب عن ازمه التذاكر و غياب العدالة التامة فيها بتوزيع 10,000 تذكرة لكل جانب والجزء بتاع جمهور العامة اللي كابتن محمود الخطيب شرحه ببساطة وسلاسة قال يا جماعة دول محبين الكرة من العالم كله وقال حاجة في غاية الخطورة وهي حجب قدرة أي مشجع من خارج المغرب أنه يقدر يحجز تذكرته اللي هم أصلا بتوع جمهور العامة فبالتالي الكاف لم يكن عادلا وما كانش في حاجة اسمها جمهور العامة وكان كل ده تحايل لحرمان النادي الاهلي من اكبر عدد من التذاكر سواء حضر جمهوره او لا. هو مش حرمان النادي الاهلي من اكبر عدد من التذاكر هو حرمان النادي الاهلي من تحقيق البطوله الثالثه على التوالي، احنا كل اللي بنسرده ده سواء تذاكر او ملعب المباراه اللي اتحدد بعد مباراه الذهاب في نصف النهائي هو كان في اتجاه واحد فقط لا غير ان انت تلاعب النادي الاهلي في اقل اقل درجات تكافؤ الفرص بل انعدام تكافؤ الفرص وده اللي حصل وده اللي خلى الكابتن محمود الخطيب يرفض يكون التعامل بشكل ودي حتى لما قرر رسلنا خطاب للكاف ان الممثل للنائي القانوني للنادي الاهلي يكون مع ممثل الكاف الكاف بعد خطاب التذاكر فورا ورفض الجلوس لان الكاف كان متجه ورايح في اتجاه واحد هو فكره حرمان النادي الاهلي من البطوله الثالثه ودي مش نظريه مؤامره بالعكس احنا بنوضح صوره بمستندات بدليل واضح جدا بدليل ان احنا ما اعترضناش اننا نلعب في المغرب البطوله الماضيه برغم ان الوداد كان وقتها ممكن يتخطى كايزر تشيفز ويقابل النادي الاهلي في المباراه النهائيه ده ليه لان انت اعلنت عن البلد التي ستستضيف المباراه النهائيه قبل ما يتحدد اطراف النهائي او حتى يتحدد المربع الذهبي للبطوله وده اللي النادي الاهلي وقف عنده عشان كده قلنا ممكن ما تحصلش مكتسبات من المؤتمر ده فيما مضى اللي فات مات خلاص لكن اللي جاي بقى ايه؟ هو بقى ده دور النادي الاهلي التنويري اللي حط خارطه طريق رؤيه للكره الافريقيه امام الكاف، هل الكاف هينفذ ده؟ لو هو عنده قدره زي ما الكابتن محمود خطيب قال لسه عندي أمل أن متسبي يكون عنده شغف لتطوير كرة القدم الأفريقية فبالتأكيد لو ده موجود هياخد بالنقاط اللي هنعرضها في الفيديو اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي